أعزائي المشاهدين، بالمحبة والفرح نلتقي معاكم لقاء الأهل والإخوان، لقاء الأسرة الواحدة والبيت الواحد، لقاء الأصل فيه محبة الله ومحبتكم. وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات المجلة السعودية. أعزائي المشاهدين، اليوم نتأمل بهالآية: وقال الرب لموسى اصعد إلى جبل عباريم هذا وانظر الأرض التي أعطيت بني إسرائيل، ومتى نظرتها تضم إلى قومك أنت أيضا كما ضم هارون أخوك، لأنكما في برية صين عند مخاصمة الجماعة عصيتما قولي أن تقدساني بالماء أمام أعينهم. سفر العدد 27 الآيات 12-14. هنا تقدر تشوف أن الرب يعاقب موسى على خطيته ويحرمه من دخول أرض الميعاد، لأنه ضرب الصخرة اللي هي ترمز للمسيح مرتين حسب سفر العدد 20 الآية 11. هذه الصخرة التي تعطي الشعب ماء، الماء يرمز لكلمة الحياة، وكان الشعب في الصحراء تايهين وعطشانين. وين الغلط أن موسى ضرب الصخرة مرتين؟ المسيح هو الصخرة، في آية بالكتاب تقول: وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي، متى 16-18. وهذه الآية كانت رد الرب يسوع المسيح لبطرس لما سأل التلاميذ ايش يعرفون عنه، وكان التلميذ بطرس هو الوحيد اللي قال انت هو المسيح ابن الله الحي. علشان كده كان ضرب موسى للصخرة مرتين به شك بعمل الله، فهو ضد فكر الله لانه يرمز بالصلب المسيح، وعملية الصلب هذه تتم مرة واحدة فقط مش مرتين، لأن صليب المسيح كافي للبشر كلهم، ولم ولن يقوم به أحد لا قبل ولا بعد يسوع المسيح. يسوع هو الله الظاهر بالجسد اللي انصلب علشان أنت تكون حر وتنال الخلاص بالمسيح يسوع. لكن الله سمح لموسى أن يشوفها من بعيد. الحلو في موسى أنه خضع لإرادة الله وما قال ليش وليش، لكن طلب ما هو للصالح العام وما طلب شيء لنفسه. حسب الآية 16 تقول: ليوكل الرب إله أرواح جميع البشر رجلا على الجماعة، وكان ذلك، واختار الرب يشوع لكي يقود الشعب إلى أرض الموعد. لكن الرب يسوع المسيح تقابل على جبل تابور، الجبل اللي حصل به التجلي مع إيليا وموسى حسب إنجيل متى إصحاح 17 الآية 3. إيش يعني هذا الكلام؟ هذا يعني أنه موسى دخل أرض الميعاد فعليا، لكنه بتوقيت الله وبطريقة الله. شوف معي، مثل ما أنا أقدر أشوف الآن من خلال هذه القصة، قصة محبة الرب العجيبة ربنا، وإن حرم موسى من دخول أرض الميعاد بسبب الخطية والشك وضرب الصخرة مرتين، لكن الآن ربنا حنون ومحب
وربنا ما يضيع تعب المحبة. علشان كده خلى موسى يخش الأرض بمجد سماوي عظيم. لا مو بس كده، هم بعد موسى كان يشجع الرب يسوع المسيح علشان يتمم الخطة الخلاصية لكل البشر. عظيم هو إلهنا، إله الحب، إله الغفران، اللي حبنا إلى المنتهى بالمسيح يسوع الناصري، له كل المجد. يا جماعة الخير، أنا حاسس إنه هذه القصة تلمس كتير ناس، فشاركوني بهذه الصلاة مع بعض. يا رب يا يسوع، كم أنت عظيم يا سيد العظيم. كتير ناس يقولوا ليش أنا، وليش اللي يصير معي هذا، لكن يا سيد العظيم كل نفس محتاجة وقالت هذه الكلمة، أعطيهم تأكيد اليوم يا رب إنه أنت زي ما خليت موسى يدخل، لكن دخلته بمجد عظيم، بالتجلي، تجلى موسى. يا سيد العظيم أحط هذا الأمر بين يديك إنه تعوض كل من كان لاجئ أو بمشكلة أو بأزمة أو أي شيء كان، إنه يخلص ويعرف إنه في وقت للخلاص، عشان يقدم الشكر للرب ومن ثم يسبحك بالمسيح يسوع. آمين. ومن موت أحياني، حبك سباني ومن موتي أحياني، وامتلك قلبي. تعال 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 ذوق وانظر ما أطيب ربي. حبك سباني من موت أحياني، حبك سباني من موت أحياني، وامتلك قلبي. تعال 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 ذوق وانظر ما أطيب ربي. كلامه روح وحياة، من ملا قلبي سلامة، صار كل المشتهى. ما أحلى كلامه، كلامه روح وحياة، من ملا قلبي سلامة، صار كل المشتهى وكل الأماني. حبه سباني، حبه سباني من موت أحياني، حبه سباني من موت أحياني، وامتلك قلبي. تعال 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 ذوق وانظر ما أطيب ربي.
سيد لكن خادم، غسل رجل التلاميذ، اللي اختبر حبه فاهم طعم عشرته لذيذ. سيد لكن خادم، غسل رجل التلاميذ، اللي اختبر حبه فاهم طعم عشرته لذيذ. بسمة المعاني حبه سباني، حبه سباني سباني من موت أحياني، أحياني حبه سباني من موت أحياني. قلت لا قلبي تعال 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 وانظر ما أطيب ربي. حبه سباني سباني من موت أحياني، أحياني حبه سباني من موت أحياني. وانت لا قلبي تعال 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 وانظر ما أطيب ربي، ما أطيب ربي، ما أطيب ما أطيب ما أطيب ربي، ما أطيب ما أطيب ما أطيب ربي. مرة تانية أهلا وسهلا فيكم. اليوم يا جماعة الخير بتكلم عن ظاهرة حمار نركبه ولا حصان يركبنا. دائما تسمع هذا المثل في بعض مجالس الأمراء وآل سعود. عادة يستخدم هذا المثل لما يقول الأمير أنه فلان كفو وعنده خبرة ودراية وأمانة في العمل معين، بغرض أنك تزكي هذا الشخص عند الأمير عشان إيه يعينه بمنصب مهم مثل وزير أو مدير عام. لكن الأمير عنده شخص يفضل أن يكون في هالمنصب، لأن هذا الشخص دوما يقول للأمير صح طال عمرك، معك حق يا طويل العمر، اللي يؤمر به سموك، إلى آخره من عبارات النفاق والتملق. المشكلة أنه الأمير يعرف أنه هذا الشخص مش مناسب لهالمنصب لكن يحتفظ به، لأن الأمير لو حط الرجل المناسب في المكان المناسب لأصبح الأمير نفسه مرمي في الشارع. لهذا السبب يفضل الأمير أنه يعين شخص ما يفهم شيء ويكون تحت سيطرته، وما يعين شخص يفهم شغله وكل شوية يقول للأمير مشورات لتطوير وخدمة الشعب. طيب إيش رأي المسيح بهذا الأمر؟ المسيح تبارك اسمه قال أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، مرقس 12-17. إذن المسيح يقول أعطي قيصر أي الحاكم حقه بأن يكون حاكم، وأعطي الله حقه بالعبادة والتوقير. فلو كان الحاكم مستحق لأن يكون حاكم، فمن الطبيعي أنه سيعمل على تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب لكي يخدم الشعب بكل صدق وأمانة على ضوء الشريعة، الشريعة الإلهية الحقيقة، وما يستغل منصبه ولا يكثر من النساء ويدخل شعبه في حروب لا لهم طاقة بها، أو يبيعهم على مبدأ النفط مقابل الحكم. الحاكم الصح اللي يوافق فكر الرب هو اللي يقول بالروح بالدم أفديك يا شعبي، ومش العكس. تعالوا يا جماعة الخير نصلي عشان هذا الأمر، لأنه فعلا احنا محتاجينه. يا سيد العظيم، يا سيد العظيم، احنا حاطين كل حكامنا أمانة بين يدك، انت تغيرهم، انت تغيرهم يا رب. اذا كان هو يبغى يحط
اللي ما يفهم عشان يكون تحت سيطرته، فأنت تغير هذا الحاكم ويشتغل على نفسه ويثقف نفسه عشان يصير هو نفسه مستحق أنه يكون حاكم، فبالتالي يعين المستحق اللي يقوم بخدمة الشعب. يا سيد العظيم، إحنا محتاجين نهضة، محتاجين تغيير من الجذور بهذا الأمر، فحاطط هذا الأمر بين يدك يا يسوع. اسمع يا رب واستجيب، وشكرا أنك سمعت واستجبت الآن باسم يسوع المسيح، آمين. أترنم بمراحم الرب للبت، وأعلن بفمي أمانتك من جيل إلى جيل، لأني قلت إن مراحمك ثابتة للبت، وقد ثبت في السماوات أمانتك. قد قلت إني سويت عهد مع الملك اللي اخترته، أقسمت لداود عبدي أثبت نسلك للبت، وأبقي عرشك قايما من جيل إلى جيل. السماوات نفسها تشيد بعجايبك أيها الرب، والملائكة هالقديسين بأمانتك. فمن في السماء يعادل الرب؟ ما فيه بين الكائنات السماوية من يماثله، إنه إله مهوب مرة في محفل الملائكة هالقديسين، ومخوف كثير عند كل المحيطين فيه. من مثلك يا رب إله الجنود؟ الرب القدير وأمانتك محيطة فيك، أنت متسلط على هياج البحر فتهدي أمواجه عند ارتفاعها، أنت سحقت قوة مصر فصارت مثل قتيل، وبددت أعدائك بقدرتك العظيمة. أنت ملك السماوات والأرض بعد، أنت مؤسس المسكونة وكل ما فيها، أنت خالق الشمال والجنوب وباسمك يترنم جبل تابور وحرمون. أنت ذو القدرة العظيمة، يدك قوية ويمناك رفيعة، البر والقضاء قاعدة عرشك، الرحمة والحق يتقدمون حضرتك. طوبى للشعب اللي يستجيب الهتاف البوق فيسلك في نور محياك يا رب، باسمك يبتهجون طول النهار وببرك يسمون، فإنك أنت قوتهم اللي فيها يفخرون، وبرضاك يعلو شأننا، لأن الرب هو حمايتنا وملكنا هو قدوس إسرائيل. أعزائي المشاهدين، جانا اختبار من الجزائر، واحد أخ اسمه ميم من الجزائر، يقول أنه كان يشاهد برامج القناة ورفع السماعة والتلفون ودق على القناة، واعترف على طول أنه مؤمن بالمسيح ويبغى مخلص شخصي لحياته، بس ما كان عنده الاستطاعة أنه يقول هذا الشيء، فطلب من أحد يصلي له. أمين. فصلى له، وبعد الصلاة تولد الولادة الجديدة وبكي ونزلت دموعه، ومن يومها قرر أنه مو بس يقبل المسيح ويكون خادم مدى الحياة، وكرس حياته للمسيح. آمين. الرب يباركك يا أخ ميم، ويبارك رغبة قلبك هذه، وأكيد نشجع كل الإخوان أنه تشجعوا باختبارك هذا ويسووا مثلك. إذا مو قادر تصلي مثلا باسم يسوع المسيح، ما عندك مشكلة تقول أبانا السماوي، بس مش قادر تقول باسم يسوع المسيح، اتصل علينا وخلي واحد يصلي معك، وأكيد الرب بيسمع شهوة قلبك هذه ويتعامل معها وتصير من أروع ما يكون. الرب يباركك ويبارك كل من يسمع اختبارك باسم يسوع المسيح. آمين.
أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في فقرة جديدة من فقرات كلام ودي. أخواننا المسلمين يعتقدون أنهم يعرفون السيد المسيح عز المعرفة، يعرفونه ويعرفون أمه وتلاميذه ويعرفون كل شيء عنه، يعرفون حتى أكثر من المسيحيين أنفسهم، لأنهم أصلا أتباع الحقيقيين مش النصارى الضالين المضلين، وإنهم المؤمنين به وبرسالته والمناصرين له والمدافعين عنه. فالمسيح في الإسلام مجرد إنسان، نبي كريم مؤيد بالروح القدس، جاء للعالم بمعجزة، مولود بدون أب من عذراء اسمها مريم، كلم اليهود وهو لسه في المهد وقال لهم إن عبد الله ورسوله، وإنه جاي يحل لهم بعض المحرمات ويبشرهم بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام ويمشون في الأسواق، وإن كل إنسان مسه الشيطان إلا المسيح، وكان يحيي الموتى ويشفي المرضى ويعلم الغيب ويطهر الأبرص ويخلق من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا، وكل هذا بإذن الله. وكان معاه 12 تلميذ اسمهم الحواريين، تآمروا عليه اليهود وحاولوا صلبه، لكن الله نجاه منهم وألقى صورته على واحد من التلاميذ اختار يفتدي المسيح بنفسه. وفي قصة ثانية أن الشابه ألقي على التلميذ الخاين اللي وشب السيد المسيح عند اليهود، فالله رفعه ونجاه، لكنه بينزل في آخر الزمان ويذوق الموت حالة حال كل البشر. وكذا خلصت القصة، وهذا كل شيء، وهذا اللي يعرف الإسلام عن السيد المسيح. يعرفونه لكنهم يجهلون حياته تماما، يعرفونه وما يعرفون كلمة واحدة من كلامه، يعرفونه ويجهلون كل تعاليمه ووصاياه، يعرفون تلاميذه ويجهلون كل شيء عنهم، حتى أسماءهم يجهلونها. يقولون عنه كان يمشي في الأسواق وهو عمره لا ملك درهم ولا دينار، ومع إنه جاي يحل اليهود بعض المحرمات ويبشرهم بنبي جديد والمتوقع منهم يحبونه ويفرحون فيه، نشوفهم بالعكس يكرهونه ويطالبون بصلبه. لكن الله تدخل وحل الأزمة بحكمة إلهية عجيبة راضى فيها جميع الأطراف، فترك اليهود يصلبونه لكنهم في نفس الوقت ما صلبوه، ومات لكنه في نفس الوقت ما مات، وكذا طلع الكل سعيد وراضي، وكمل الله الناقص ورفع المسيح بعد صلبه وأخفاه مباشرة عن اليهود، وكذا تأكدوا اليهود إنه مات فعلا. ومع أن الله قادر ينقذ نبيه بكل قوة وكرامة وبدون لا لف ولا دوران، على أننا نشوف اختار أسلوب المكر والخديعة في إنقاذ نبيه من الصلب لحكمة لا يعلمها إلا الله وحده، واللي ما له تفسير أبدا أن الله بعث نبي بمعجزات خارقة للطبيعة والقانون البشري، معجزات مستحيل تتكرر في العالم، مستحيل تتكرر في العالم مرة ثانية أبدا، مولود بدون أب، تكلم في المهد، تحكم في الروح، يأمر الطبيعة، يخلق، يحيي، يشفي، يعلم الغيب، يعلم الرزق وأحوال الناس، بل كان هو في حد ذاته معجزة متحركة، وكل ذا الزحمة بس عشان يحل بعض المحرمات ويبشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. يعني يا ناس، هل كان ذا الأمر البسيط يستحق من الله كل ذا الآيات والمعجزات؟ إذا كان النبي موسى هزم فرعون وكل جيش بعصاه، فهل كان المسيح يحتاج لكل ذا القوات والمعجزات عشان يحلل بعض المحرمات؟ هذا اللي تعرفونه عن السيد المسيح، جاي يبشر عند اليهود في القدس بنبي بيطلع بعد 600 سنة، وين؟ عند العرب في مكة. يعني الله ضيع وقته مع ناس غلط وفي مكان غلط، ويمدي الناس نسيت ذا السالفة.
طيب كان أولى تعطي كل ذا الآيات والمعجزات للنبي الجديد نفسه، بدل ما كانت الناس تطالبه بآية وما كان عنده. يعني الله باعث آخر نبي عنده بآخر رسالة للبشر، الخير أمة أخرجت للناس بدون أي معجزات أو آيات تذكر. الله خلى كل المعجزات للمسيح واللي بعده ما لهم أي شيء. معقول يكون المسيح المرسول أقوى وأقدس من الرسول نفسه؟ هل فعلا تعتقدون أن هذه كانت رسالة السيد المسيح لكم؟ هل إحنا وإنتوا نعرف ونتكلم عن الشخص نفسه؟ هل توقفتوا فعلا عند حياة السيد المسيح أو مريتوا عليها مرور الكرام؟ ما دريتوا أن المسيح يحبكم؟ ما دريتوا أن حياة المسيح كانت خط فاصل بين كل ما قبلها وكل ما بعدها؟ فبعد عمل المسيح فيه نقطة وتوقف. المسيح ما جل العالم بكل ذا الآيات عشان نمر على حياته مرور الكرام ونمشي متوهمين أن احنا توقفنا، لكن عشان نوقف عندها ونتأمل فيها ونتعلم منها. المسيح أكبر بكثير جدا من كونه مجرد نبي أو رسول، والمسيحية أكبر جدا من كونها مجرد دين يدعي إن لله ابن. اليهود صلبوا المسيح في الماضي لأنهم رفضوه، واليوم أنتوا تصلبونه مرة ثانية بجهلكم به وبرسالته. مش احترامك للسيد المسيح أنك تعتبره نبي وتشوف نفسك متفضل عليه، احترامك له أنك تتعرف عليه وعلى شخصيته وتفهم رسالته لك. في يوم من الأيام كنت مثلكم، أعتقد أني أعرفه وطلعت أجهله تماماً، لكن يوم عرفته انبهرت بشخصيته وحياته وتعاليمه وأهدافه، شدتني محبته وعطتني حياة أبدية. واليوم أدعوكم أنتوا أيضاً تتعرفون عليه وعلى شخصيته وعلى تعاليمه وحياته. اعرفوا بشارته الحقيقية لكم وأكيد بتلقون فيه راحة لنفوسكم. وفي الأخير أحبائي، تحياتي القلبية لكم وتمنياتي الكبيرة تعيشون أحرار، وأشوفكم سعيدين ومقتنعين وفاهمين وعارفين رسالة السيد المسيح لكم، ودمتم بخير وفي أمان الله.